يلي كل العالم رح يتآمر علينا ليقدر يجيب واحد مرت رئيس جمهورية يمرق مصالح العالم قبل ما يمرق مصالح لبنان. بدنا نكون مهيئين لهالاحتمال لأنه منا قادرين بقى نقبل رئيس جمهورية من عيار كتار يلي مرقوا على رئاسة الجمهورية من الاستقلال لليوم. لكل فترة من التاريخ رجالاتها، وفي تاريخ لبنان رجل اجتمعت فيه الرجال، فمضى الزمن وبقي هو حلماً لم يتحقق وفكرة لم تمت، بشير الجميل المتمرد على التقاليد والإقطاع في صغره، ورجل القوي الجديد في الشرق الأوسط في كبره. شاءت الأقدار أن تكون أنجح عهود لبنان أقصرها مدة، فقد عاشت البلاد 21 يوماً من الإنجازات والانتصارات حققها أصغر أبناء بيير لجميل المنتخب حديثاً على رأس الجمهورية اللبنانية. لكن على أرض الواقع بدأ عهد بشير لجميل حين هيأ قوات عسكرية قاتل إلى جانب عناصرها من أجل الحفاظ على لبنان بلداً للبنانيين. أنا برأيي بشير نجح بال21 يوم مش لما انتخب رئيس. بشير برأيي نجح ال21 يوم بالسبع سنوات يلي وصلوه لهال21 يوم، لأنه العالم كان عنده ثقة فيه. هاي أول نقطة. والنقطة الثانية، كان عنده وهرة فرضى بالماضي، وصارت العالم لما صار رئيس جمهورية فهمت تماماً أنه مع هذا الشخص ما بينلعب. بشير حط لبنان على خارطة العالم، أولاً من خلال معركة زحلة يلي عطته ريكوجنيشن، واللي صار هو المحاور الأول باسم لبنان. اثنين، من خلال المكتوب اللي بعته ريغن لبشير، ما كان صلوا يعني، استلم ريغن تقريبا 19-20 جانوري 81، بعت المكتوب بسبعة، اجتمعنا مع كيسي رئيس CIA. في 24 من تموز أعلن بشير لجميل ترشحه لرئاسة الجمهورية. أنا مرشح لرئاسة الجمهورية، وبمعرض جوابي على هالسؤال بحب أكد وبحب أجزم، هالترشيح منه للمناورة. أراد بشير دعم ترشحه بموقف أمريكي علني قبيل موعد الانتخابات الرئاسية، فنظم اجتماعاً في المجلس الحربي جمع القوى المتعددة الجنسيات ومدير مخابرات الجيش اللبناني جوني عبدو والقوات اللبنانية. بهذا الاجتماع بيقوم الفرنساوي بيعترض على وجود فادي فريم بالبدلة، بيقول له هذا جوز بالبدلة، إنه كيف بدنا نشقل له، هذا ميليشيا، أنا لابس تياب ميليشيا، أنا ما بشتغل معه. بيقول له ساعتها بشير، بيقول له طيب أوكي ما بدك تشتغل معه فادي، ومش لح تيابك. بيقول لي الفريد، عيط للصحفية اللي كانوا برا ناطرين نتيجة الاجتماع، خليه يفوتوا يصوروا، وانت اشلح البنطلون. بكفي يشلح البنطلون، بنط جوني وبنط مولي دريبر، بعضكم لا كيف بدو يصوروا قاعد معنا بالكيلوت. وهيك بقي، وهيك بلغنا العالم. وقتها طلع مولي دريبر وعمل التصريح الشهير عن بشير ورجل الدولة والإنسان والحوكمة والمستقبل لبنان يلي على أثره أمنا كذا كتلة تجي على تفوت على الانتخاب وتأمن النصاب. في 23 من آب عام 1982 حضر 62 نائباً إلى ثكنة الجيش في البياضية التي نقلت إليها جلسة الانتخابات الرئاسية. انتهت الدورة الأولى، لم ينل بشير ثلثي الأصوات، ازداد منسوب التوتر. بدأت الدورة الثانية، 5 أوراق بيضاء أسقطت في صندوق الاقتراع، قبلها 57 صوتاً لصالح بشير لجميل. تعلن انتخاب الشيخ بشير جميل رئيساً للجمهورية اللبنانية. وقت طلعت النتيجة صار في جنون. أمنا تنهني بيوقف بيقول لي بدي قبل ما تهنيني بدي منك 3 شغلات. أول شغلة، نحن مجبور نزيد عددنا نص مليون واحد. النص مليون بدك ترجع من العالم يلي ناس يلي يحبين يرجعوا لبنان، نحن
ضنينين اللي له محل يقعدوا، نعمل لهم مزارع اللي بده مزارع، نعمل لهم بيوت اللي بده بيوت. وتاني شغله بدنا نزيد الانجاب بلبنان، وكان في خطه متكامله لهالموضوع هيدا. عملنا وفد عشيه وطلعنا كلنا على بكفيه لنهني، اكيد بتياب الخضر تياب الميدان، يعني نحن كنا عسكر. نوصل كانوا عم بيتقبلوا التهاني، نبلش نسلم. وصل علي بيمسك لي ايدي بيقول لي اشتقت للبدله الخضراء. قلت له محلك؟ قال لي عايزك بشغله. قلت له امور. قال لي صاير حادثه بجرد جبال يما الباترون، مش متذكر، واحد من النواب ما صوت له والشباب عم يضايقوا. قال لي بتترك من عندي من هون، بتاخد الشرطه العسكريه وبتطلع انت، وبدي اياهم يتوقف. خلع بشير البدلة العسكرية ولبس بدلة الرئاسة، فكان مقاوما في الحرب ومقاوما في الاستقرار الذي حققه للبنان لفترة وجيزة. بعد أيام من انتخاب بشير على رأس الجمهورية اللبنانية، بدأت القوات الفلسطينية والجيش السوري الخروج من بيروت، وعلى خطاهم غادر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات إلى أثينا. في الأول من أيلول حطت طائرة وزير الدفاع الأمريكي كاسبر وينبرغر في لبنان في زيارة تهنئة لبشير. قال له هلأ أنا صرت رئيس جمهورية، رئيس جمهورية كل لبنان، مني رئيس جمهورية 2000 كيلومتر مربع، أنا 10452 بكل الطوائف طبعا. أنا بدي أطلب منكم بعلاقتكم مع إسرائيل تقولوا لهم يخففوا الضغط علينا، ضغط على قضية الاتفاق وما الاتفاق. قال لهم اليوم أنا كبشير جميل بقدر أمضي اتفاق سلم مع إسرائيل، بس شو بدهم ياخدوا منه؟ 2000 كيلومتر مربع، بس ما لح ياخدوا كل لبنان. يعطوني مجال تألف حكومة مد إيدي للكل، وخلي الحكومة هي تاخد القرار تمضي الاتفاق. قال له حرفياً، قال له مثل ما عرفناك بعدك كرئيس جمهورية. تلفنولي من بنتاغون بعد شيء 3-4 أيام، كان حديث البنتاغون كله عن لبنان، لأنه لبنان قال له لا، كان طرح بشير شغلتين، كيف بده يكون بداية سلام بالشرق الأوسط هو لبنان، سميه The Launching Pad تنوصل للسلام، تنعطي الفلسطيني حقه، واثنين كيف بدنا نربط لبنان بالاستراتيجية الأمريكية فعلياً من خلال وجود بلبنان من خلال طبرجة تقاعدة أو صنين كمان وجود فوق، ومن خلال السياسة ولعب لبنان الدور بسلام الشرق الأوسط. عزم بشير تحقيق الوحدة الوطنية، فأعاد افتتاح طريق السوديكو الذي كان يعتبر الخط الفاصل بين شرق بيروت وغربها في تاريخ 2 أيلول، ليدخل الجيش اللبناني بعد يومين المنطقة الغربية للمرة الأولى منذ العام 1973، وبعدها منطقة برج البراجني. بالنسبة لكتار بيشوفوا بشير بهالوحدة وعشرين يوم كمنقذ للدولة اللبنانية وللجمهورية، بس كتار يمكن بينسوا انه الصمود يلي عمله بشير والدفاع عن السيادة وتأمين حصرية السلاح بالدولة اللبنانية وتأمين السيادة لهذه الدولة وتأمين الكيان والحرية في لبنان، هي اللي بالنهاية وصلت بشير انه بالوحدة وعشرين يوم يلي حكم فيها قدر اخرج السوري من لبنان او من المناطق اللبنانية، قدر يفتح كل المعابر يلي كانت مسكرة. كان اللقاء الرئيس المنتخب مع صائب سلام في قصر بعبدة مؤشرا على بدء الالتفاف الإسلامي حوله. بشير كما بده يخلي كل هون مثل ما اجتمعنا مع صائب سلام، صائب سلام ما صوت معنا، بس ما كان في دغينة بشير، وحتى النواب المسيحيين ما صوتوا، بشير زارهم. قدر يخلق تواصل بينه وبين كل الفرقاء اللبنانيين، قدر يرجع يخلق أمل مش بس عند المسيحيين ولكن عند كل اللبنانيين، لأنه كان مصلحته مصلحة لبنان ونظرته وقضيته هي لبنان، مش قضيته قضية زروب أو حي أو منطقة أو طايفة،
كانت قضيته قضية الوطن، وهيدا الشيء يلي قدر خليه ينتصر. إذا وصلنا لهون، لأنه بمجرد ما واحد وصل لفوق صاروا كل الناس أمرك يا بيك، وبيبوسوله إيده وقد ما بيقدروا يفنصوا عليه بيفنصوا عليه ليقدروا يكسبوا، قد ما بيقدروا يصوروه على التلفزيون ويطولوا له تصريحه، قد ما بيقدروا يظهروا له صورته، قد ما بيقدروا يحطوا له عائلته وضيعته عشيرته. هيدي أمور أرجوكم بقى نطلع منها، كلفتنا 100,000 قتيل كل هالمسائل هاي. قال لي بدك تلبس مدني بكرة على بكرة، بدك تلبس مدني بكرة على بكرة، يعني بحياتك تلبس مدني وبتنزل على إدارة من إدارات الدولة ما رح سميها، وبتأدي طلب معاملة. فتت 7:30 بعدني بتذكر، 7 نوافذ كل الموظفين قاعدين 7:30. لقيت واحد بالآخر طلع بوجهي عطيني الطلب، قال لي هيدا طاولة فيك تعبيه. عبيته وحطيت المخلف تحت، أنا ما يعني ما معود عليهم برطل وما برطل عسكر يعني، إنه حطيت المخلف. أخذ الطلب شاف المخلف قال لي شو هاي؟ قلت له هاي مشان أتعيبك. قال لي يا عيب الشوم، نحن بدولة جديدة ما تعملها. عطى أمل وهيبة للدولة لدرجة أبو عمر يلي بالسنغال، موظف بالسنغال، كان يجي على السفارة الساعة 11 هونيك نهار، إجا الساعة 7 قالوا له يا أبو عمر لازم صار في رئيس هلأ بلبنان بحاسب وقوي. وبزيت الوقت يلي قالوا نحن ما منتفق معه يمكن بالسياسة، جميل السيد عن الموظفين زحلي صاروا يجوا على الوقت. صورة بشير المتواضع لم تتبدل بعد انتخابه على رأس الجمهورية اللبنانية، رفض التخلي عن عاداته اليومية، وشهد أكثر من مرة يتنقل في سيارته الهوندا وحيداً من دون أمن. بطلع أنا معه بالعربية من بكفية، بعدني بتذكر الهوندا أنا وياه لوحد رئيس جمهورية، ولحقيننا بالعربية الباقيين اللي كانوا بالاجتماع. أنا بالعربية طلع لشوف وين المرفقين، قلت له باش ما فهمت، رايحين من بكفية على بداية 10 كيلومتر ما معك مرافي؟ طلع فيه بتضحك وعم بسوق، قال لي خايف علي ما خايف على حالك؟ بيضربني على إشري، قال لي ما خفنا من أكتر من هيك، هلأ بدنا نخاف. عالم اللي يمكن كانت تعرفه واللي ما كانت تعرفه لبشير، اللي تلاقيت فيه بهال 21 يوم عم بسوق الهوندا لوحده بلبنان كله مش بس بالأشرفية، تكونت فكرة عن بشير الرئيس المتواضع، الرئيس المحب، الرئيس القريب من شعبه، الرئيس يلي منبثق من شعبه وطالع من هيدي الأرضية اللي هي أرضيته. بالنسبة لإلي أهم شغلة بتركها عن بشير أو الصورة اللي عندي إياها عن بشير هو رمز البساطة، رمز التواضع، رمز المحبة، رئيس فعلا من الشعب إلى الشعب ومع الشعب. بشير الأمن وما كان يهمه، يعني أنا وقت طلعت الأحد على بكفية كانت ناطر الوفد الدرزي يطلع ما لقيته، قلت له لقيت الحرس، قلت له شيخة سولة وينه؟ طلع راح وحده على برمانة ورجع. وهذا بشير ما متعود على حدا يضبط له حريته، ما متعود ودفعته غالي. شكل مصير القوات اللبنانية حيز اهتمام عند بشير الذي رأى في مؤسسات الدولة ركيزة عهده. باجتماع من الاجتماعات ببكفية بقول أنا أول ما أحلف يمين ما بدي شوف عويسية بالشارع، وقال لي بتجتمعوا وبتقدموا لي بثلاث أيام مشروع حل الجهاز العسكري بالقوات اللبنانية وانضمامهم للدولة. هنا في دار بشير في بكفية استقبل الرئيس الشاب وفداً درزياً بقيادة آل رسلان أتى لتهنئته. في طريق العودة وقعت الكارثة، تعرض الوفد لكمين محكم غادر وليد جنبلاط على أثره لبنان. بيصير في جرحى ويمكن قتيل إذا من غلطان، على أثر بشير بيبعت خبر لوليد، وليد بيبعت خبر إنه شو بدك يعني أعمل، بيقول له بدك تترك لبنان،
لأنه صار في دم بتكون هذا وفد إجا يهبنيني وأنتوا عملتوا له كمين. ارتفعت حدة الإلحاح الإسرائيلي في خلال هذه المدة على موقف علني من بشير الجميل يعلن خلاله نيته تحقيق السلام مع إسرائيل، فعقد اجتماع نهاري سري بين بشير ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغين. بشير وقت رجع مبدئيا قطع الخطوط الاتصال بإسرائيل لحديث ما إجا شارون بعتقد ب 12 أيلول، وصار الاجتماع اللي صار بكفية ونحط الاتفاق من 7 نقاط يلي تكفن. بشير كان منطقه انه انا ما فيني اعمل اتفاق معكم، وسوري قاعد بدهور الشوير وقاعد بين 3/4 المناطق المسيحية. كان الاساس انه الانسحاب بيكون بالتوازي بين اسرائيل وسوريا بيتركوا المرافق، كانوا بينسحبوا 2 من لبنان، بتلاقي حلول لجيش لبنان الجنوبي، بتقوى الجيش اللبناني هو يستلم كل هالمناطق، والكل بيساعدوا لتقويه الجيش اللبناني ساعتها، وبيروح لبنان كرئيس وزاره رئيس مجلس ورئيس جمهوري وبيمضوا الاتفاقيه، والبرهان بعهد امين كلهم وافقوا على الاتفاقيه 17 ايار يعني. تقارير عن غارات الطيران الاسرائيلي على المواقع الفلسطينيه والسوريه في المتن الاعلى والبقاع استكمالا للعمليه الكبرى وصلت تباعا لبشير طيله يوم الاثنين في 13 من ايلول. أما ليلته الأخيرة في بكفية فكرسها بشير لمراجعة خطاب القسم الذي كان سيلقيه في 23 من أيلول أمام مجلس النواب. صباح 14 من أيلول مشى بشير هذه الطريق للمرة الأخيرة، تاركاً وراءه في هذا المنزل زوجة وطفلين. كانت محطته الأولى قصر بعبدة للقاء الوفد الدبلوماسي والعسكري الأمريكي ومتابعة تسلم الملفات من الرئيس الياس سركيس. توجه بعدها إلى دير الصليب في جل الديب، ثم كانت محطته الأخيرة في بيت الكتائب الأشرفي عند الساعة 4 من بعد الظهر. رفض بشير نقل اجتماعه بكوادر حزب الكتائب إلى بكفية مشددا على أنه هنا بدأ وإلى هنا سيعود. كان عنده هم داخلي الشيخ بشير حزب الكتائب، دايما نحسه كان عنده مشلش انه حزب الكتائب يلي عمل، حزب الكتائب يلي عملنا، يعني انه ما كان في قوات لبنانيه بال 75، المقاومه كانت حزب الكتائب، وهمه الوحيد ما بده يطلع على رئاسه الجمهوريه ويترك حزب الكتائب لما يترك الشيخ بيير، ودائما يقول لنا تنتبهوا لي على الشيخ بيير. في تمام الساعه 4:10 بعد الظهر دوى انفجار ضخم وسقط سقف الطابق الثاني على رؤوس الحاضرين. دوّن قوي في البناء الذي يقع فيه بيت الكتائب في الأشرفية حيث كان الرئيس الشيخ بشير جميل. بقي بشير تحت الردم فيما ارتفعت صلوات اللبنانيين الذين رفضوا فكرة موته، وقد علقوا أمالهم برجل سرعان ما تحول إلى أسطورة. ساعة 4 نحن وبالمجلس الحربي نسمع الانفجار، ظهرنا كلنا لبرا شفنا دخلة بالأشرفية، افتكرنا انه عبوة يما حدا عامل شيء. قلت له بيت الكتائب الأشرفية وين هو الشيخ بشير؟ قال ببيت الكتائب الأشرفية. قلت له هيدا بيت الكتائب الأشرفية. عملنا حالنا وكلنا طلعنا وفرجيت الصورة كيف كنا عم نشيل الأنقاض. كانت في وحدة انبسطت لي بأمريكا بال 81 انه بشير يغتال بهالوقت، وبالتلفن لي السبت بتقلي جمعة الجاي رح يقتلوا بشير انتبه، وما قدرنا نوقفها. وقت اللي بيقولوا لي قوم بشير لا، قلت له لا بشير استشهد. وقت وصلنا على بيت الكتائب كان عندنا أمل، كل العالم كانت عم تشيل الأنقاض بس الأمل كان عم بخف لحظة بعد لحظة لحديت اكتشفنا فادي فريان دغري عرفه، تعرف عليه من المحبس تبعه. بعد ساعات من الحيرة تأكد الخبر، رحل ابن 34 عاما. حل الظلام ذاك اليوم مثقلا بالرعب على مصير بلد انهارت أحلامه مع انهيار جمهوريته، ظلام لم يعرف لبنان فجرا بعده. الله معكم يا صغار،
الله معكم، الله يكبركم، بشير هو بالسماء عم بصلوا بشيركم، الله يكبركم، إن شاء الله بتتوفقوا. صباح 15 من أيلول كان الوداع الأخير، دقت أجراس الكنائس، بكت بكفي ابنها الذي بدأ لبنان كله يتلمس غيابه. ما فيك توصف المشهد، مشهد أول شيء عند الشعب يئس، بس كان عنده بصيص أمل إنه القوات تكمل. وصل لبنان حدود السيادة التامة والاستقلال الفعلي، لكنه سرعان ما عاد إلى نقطة الصفر. تعرف مين قتل البشير؟ 10452، هيدي اللي قتلته البشير. بشير كان البداية بداية حلم لم يعرف أحد سواه السبيل لتحقيقه. بشير اليوم هو معبى فراغ كتير كبير، بعدنا اليوم كل ما بدنا نستلهم حدا نستلهم ببشير، نستمد قوتنا منه، من نستمد معنوياتنا منه، مش بس عم بقلك ابن بشير، ولكن مثل كل هيدا الجيل يلي ربي على أمجاد بشير وعلى الانتصارات المقاومة اللبنانية. في 14 من أيلول مات بشير الجسد، وبقي بشير الفكر والحلم والأسطورة حياً حياً حياً. ليش بعدنا عم نكب المسؤوليات ورا ظهرنا؟ وليش بعدنا عم نتلطى؟ وليش بعدنا عم نتجنب؟ شو بعدنا ناطرين؟ ومن شو بعدنا خايفين؟ سوريا حطت الماكسيموم تبعها هون، شفنا شو طلع. والفلسطيني حط الماكسيموم تبعه هون، شفنا شو طلع. على مين عم بيضحكوا؟